تفضل. بغينا غنخدموا عليه ماتش مع الوداد، كيفاش تشوفوا يعني في القرار؟ فيقاش هو غير السبت غتلعبوا ان شاء الله. والله مباراة تعرفوا مباراة سوبر، احنا فرحانين لانها مهما راح يكون تبقى مغربية، تبقى الكاس في المغرب. نلعبوا ضد فريق قوي، بركان فريق قوي، ان شاء الله يكون عرس مغربي، ان شاء الله تكون فرحة في الرباط ان شاء الله، ولي اللي 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 يستاهل باش يربحوا ان شاء الله يكون من نصيبنا، لكن اللي يستاهل باش يربحوا راح الكاس تبقى في المغرب.